فالظلم الأكبر هو الشرك بالله. ولا شك أن المشرك وضع العبادة في غير موضعها، إننا قلنا أن الظلم هو وضع الشيء في غير محله. أنت وضعت العبادة في غير موضعها، الله خلقك، الله رزقك، الله سترك، الله أكرمك، وأنت تدعو غيره، وأنت ترجو غيره، وأنت تذبح لغيره، وتتوسل بغيره، وتتقرب إلى غيره، هذا ظلم ما بعده ظلم، هذا هو الظلم الأكبر الذي لا يغفره الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم يا عباد الله بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الحديث قال: الإشراك بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تزني بحليلة جارك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والكفر به ظلما أكبر لا يغفره الله عز وجل. لذلك ماذا قال الله عز وجل عن المشركين؟ نعتهم ووصفهم بالظلم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هم ظلمة لأنهم أشركوا بالله وجحدوا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن مطالب أن يوحد الله وأن يبتعد عن هذا الظلم غاية الابتعاد. وبعض الناس يعتقد أن الشرك قد انقرض وأن الأصنام قد ولت إلى غير رجعة. إن الشرك الذي تعيشه الأمة الآن لا يقل خطورة عما كان في الجاهلية. قنوات السحر، قنوات الأبراج، أضرحة وقبور تعبد من دون الله، شعوذات وكهانات وعرافات يتهافت إليها المثقفون ويتهافت إليها المربون ويقع في شراكها الموجهون والمنظرون. فإذا كان هذا حال علية القوم، كيف يكون حال الدهماء من العوام وأشباههم ممن لم يستضيئوا بنور العلم ولم يقتربوا منه؟ إذا كان حال المفكرين والدكاترة أنهم يؤمنون بالأبراج وبالسحر والكهانة ويقصدون العرافين ويتوكلون على غير الله، كيف يكون حال آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ممن حرموا القراءة والكتابة؟ والله إن هذا لمنكر عظيم يحتاج إلى تنبيه وتوجيه. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك به، الله عز وجل لا يرضى ولا يقبل أن يكون له شريك في ألوهيته وربوبيته. فكيف نرضى نحن أن تنتشر الأوتان بين أظهرنا، وأن تدعى وأن يدعى الأموات، وأن تشاع المواسم باسم الصلاح والولاية؟ فالله إن هذا لهو الفساد والطلاح. نسأل الله أن يرد بالمسلمين إلى دينه ردا جميلا.